عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنخلل مع بعض الليفت بطريقة سهلة جدا. أنا جايبة 4 كيلو ليفت زي ما انتوا شايفين، ونقعت الليفت في المية وغسلته كويس بالفرشة، بقى نضيفه زي الفل أهو بالمنظر ده. أهم حاجة وإحنا بنشتري الليفت، نشتري الليفت الصغير على قد ما نقدر، نجيبه صغير عشان الليفت الكبير بيبقى شايخ وبيبقى عامل زي الفل. يبقى اهم حاجة هنشتري الليفت الصغير. دلوقتي نبدأ كده ونسمي على بركة الله ونقطع مع بعض الليفت. بسم الله. انا بشيل الحتة اللي من تحت، في ناس بيحبوا يخللوا الحتة دي، فبراحتكم يعني، وهتقطعوا الليفت بالطريقة اللي تريحكم، بالطول بالعرض. انا بحب اعمله صوابع زي صوابع البطاطس. اهو بالمنظر ده، بس وانتوا بتقطعوه تخلوا صباع الليفت يبقى محمل، يعني ما تخلوش رفيع قوي. عندكم قطاعة عايزين تقطعوا بالقطاعة براحتكم. اللفت ما بيتقشرش يا جماعة، في ناس بتقشره، لا غلط، ما بيتقشرش. انا بعمله صوابع زي صوابع البطاطس. في ناس بتقطعه بصوا ازاي مكعبات كده، عادي التقطيع اللي تريحكم. هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريه لكم. خلاص قطعت اللفت كله زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هرش عليه رشة ملح خفيفة واسيبه، هبيته من بالليل للصبح عليه رشة الملح، وهقلبه، هحطه في حلة او في بلاستيكة غويطة عشان ينزل ميته. رشة ملح، رشيت رشة ملح خفيفة، وهقلب اللفت كله على بعضه واحطه في بلاستيكه او في حله غويطه عشان ينزل ميته، وهسيبه من بالليل للصبح، وبعدين هوريكم هعمل ايه. دلوقتي هفضيه في حله. فضيت اللفت بتاعي في حله، وطبعا قلبته كويس برشه الملح، وهسيبه من بالليل للصبح عشان ينزل ميته، والصبح هنشوف هنعمل فيه ايه. اهو يا حبايب قلبي اللفت بتاعي بعد ما سبته ليله كامله نزل ميته. بصوا شايفين نزل ميه قد ايه. دلوقتي هنعمل مع بعض المحلول الملحي اللي هنخلل فيه الليفت. المحلول الملحي اللي هنخلل فيه الليفت لتر ميه، 4 معالق كبار ملح، معلقه كبيره سكر، ربع كوبايه خل ابيض. ده المحلول الملحي، ومعايا بنجرايه كبيره مقطعاها زي ما انتوا شايفين عشان احطها مع الليفت عشان تدي اللون الاحمر للليفت. نبدا كده ونسمي على بركه الله. اول حاجه هجيب لتر الميه، هحط فيه 4 معالق كبار ملح، ومعلقه كبيره سكر، وربع كوبايه خل ابيض، وهقلب المحلول ده كويس. دوت المحلول الملحي كويس زي ما انتوا شايفين. معايا البرطمان اللي هحط فيه الليفت، هصفي الليفت من المية بتاعته اللي طلعها اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهحط في البرطمان. هحط شوية ليفت، واحط حتتين بنجر عشان البنجر يدي اللون لللفت كله. شايفين اهو، احط شويه لفت واحط عليهم حتتين بنجر.
اخلص بنفس الطريقة دي وبعدين هوريكم هعمل ايه. كل ما البرطمان بتاعي بيتملى بهبد على البرطمان عشان انزل اللفت لتحت وما يبقاش فيه فراغ في اللفت، عشان بعد ما احط المحلول الملحي اللفت بتاعي ما يعومش على وش المية. نعمل كده. خلاص مليت البرطمان بتاعي كله زي ما انتوا شايفين، كبسته خالص للآخر. دلوقتي هحط المحلول الملحي. بسم الله. لازم اغطي المخلل بتاعي للاخر خالص زي ما انتوا شايفين اهو بالمنظر ده، واقفل كويس. اهو البرطمان بتاعي بعد ما قفلته كويس هسيبه لمدة اسبوع، اكتر حاجة اسبوع، يعني اللفت مش بيقعد 5 6 ايام بالكتير وبعدين بنفتح عليه. بعد اسبوع هنفتح عليه وناكل احلى لفت. هسيب لكم الطريقة والمقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل مخلل اللفت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر.